مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم حنعمل حلو كتير بسيط موجود بكل بيت، بدون بيض بدون حليب، سهل كتير بدون فرن. المقادير هي كباية طحين عادي منخل وكباية سميد كباية سميد رشة ملح ملعقة فانيليا نخلط أول شي المواد الناشفة مع بعضها ريحتهم حلوة الفانيليا ريحته حلوة تعطي نكهة طيبة هلا حضيف انا ربع كباية زيت نباتي تعجنها كثير منيح مع بعضها برجع بفركها بإيدي أحسن لأنه الطحين ببدو عجن بالإيد حضف لها شوية مي ضلني بعجنها لتتماسك مع بعضها لتشرب السميدة لأنه بتطول السميدة لتاخد لتشرب المي هيك مثل ما شفتوا صارت عجينتنا جاهزة هلا بتركها ترتاح شوي مشان نقدر اشتغل فيها هيك مثل ما شفتوا عجينتنا صارت جاهزة أنا شلت منها شقفة بهيدا الشكل عندي ملعقة للقلب شيل فيها المقالي اذا بدكم بتكبروها او بتصغروها مثل ما بتحبوا وبهذا الشكل تطلع معنا هيك بنلفها بتصير بهيدا الشكل وهيك تتخلص الكمية اللي معي وهلا طبقنا العجينة بس بدنا نقليها حماية الزيت انا بدي اقليها هذا الشكل منظرهم كتير حلو موديل بدي كيف فيكي تعمليه
شفتوا حميت الزيت وحطيتهم. الموديل اللي بدك اياه فيك تحطيه وتعمليه وفيك تقرمش. اسا تقرمش على القلي. هلا مش عم شوف، هلا مثل ما شفتوا انا حضيف عليهم القطر انه سخنين مشان يشربوا القطر. هيك بنخليهم منقوعين بالقطر ربع ساعة، بنرجع بنشيلهم من القطر ونشوفكم. صحن الحلو هلأ صار جهز معنا، كل المقادير موجودة بكل بيت، فيكن تعملوها بأي شكل بتحبوه. وما تنسوني باللايك والسبسكرايب والاشتراك، وألف صحة وهنا.